تواصل مع التكرار المجمع الصاعد كنا عرفناه واقعيا وعرفنا تعيينه بطريقة بيانية. الآن نواصل مع التكرار المجمع الصاعد ونعينه بطريقة حسابية. ما هو المقصود بالطريقة الحسابية؟ في الحقيقة بواسطة الحسابات نستطيع أن نجد التكرار المجمع الصاعد، ولكن الحسابات هذه نعرفها انطلاقا من تعريف. نقصد بالحسابية تلك التي نحسبها انطلاقا من الصيغة اللغوية المقدمة على شكل تعريف. ماذا سنبرهن؟ سنبرهن أنها نفسها الطريقة البصرية السابقة. معناه إذا كان الفيديو هذا مفهوم سيكون الأمر سهل. الطريقة البصرية هذه، الطريقة البصرية هذه 70 هذه منين جات؟ جات من 7 و3 و20 و40. 7 من هي؟ هي تكرار 4 و3، تكرار 3 و20، تكرار 2 و40، تكرار 1. فماذا أقول؟ عوض أن أقول أن 70 هي 7 و3 و20 و40، سنقول 70 هي تكرار 4 وتكرار 3 وتكرار 2 وتكرار 1 فقط. الفكرة كلها هنا. إذن نبدأ قليلا. الجدول هذا اتفقنا عليه الحصة اللي فاتت. الجدول هذا ما هو إلا أصل لهذا الجدول؟ كانت عندي مشتريات على أيام الأسبوع، أيام الأسبوع رقمتها والأرقام السطر الثاني. إذن الجدول هذا أرقام كم فيه من سطر؟ السطر الأول، السطر الثاني، السطر الثالث. السطر الأول هو رتب الأيام المرتبة تصاعديا. لماذا أقول تصاعديا؟ لأن يجب أن أرتب القيم تصاعديا، هذا شرط، ولهذا ستجده يطلب منك ترتيب القيم تصاعديا. مثلا هنا يقول لك يجب ترتيب العلامات ترتيبا تصاعديا، شرط، ولهذا كنت وكانت ملونة بالأحمر مرتبة تصاعديا، لهذا كانت 1 2 3. إذن نعيد. الجدول هذا فيه 3 أسطر. السطر الأول هو ترتيب الأيام تصاعديا، السطر الثاني هو ثمن المشتريات اليومية، والسطر الثالث هو المشتريات خلال نهاية اليوم. الآن نحن في هذا الجدول. ماذا سمينا العدد 70؟ سميناه التكرار المجمع الصاعد. سميناه التكرار المجمع الصاعد، اتفقنا على هذه التسمية. إذن 70 هو التكرار المجمع الصاعد لأربعة. 70 هو التكرار المجمع الصاعد لأربعة. هل نستطيع أن نقول هو مجموع تكرار الأربعة؟ إذن هو مجموع تكرار الأربعة والأعداد التي أصغر منها. نعم نستطيع. الآن زد نوضح. من هي الأعداد الأصغر من 4؟ هي 3 و2 و1. معناه 70 هو تكرار 4 وتكرار 3 وتكرار 2 وتكرار 1. في اللغة العربية كلمة مجموع هي زائد، ولهذا سأقول هو تكرار 4 زائد تكرار 3 زائد تكرار 2 زائد تكرار 1. لكن تكرار 4 معروف وتكرار 3 معروف، إذن سأقول هو 7 و23. سأعوذ. إذن هو 7 و23 و1. إذن لاحظ هنا تكرار 4 7، أعوذ هذا بهذا. تكرار 3 3، تكرار 2 20، وتكرار 1 40، وتكرار 41. الحسابات 7 و3 10 و20 30 و40 70.
إذن وهو 70. نستطيع أن نتفق بسهولة على هذا الكلام. لاحظ معي ما قلت في هذه السلسلة الإحصائية، إذن هذه اسمها سلسلة إحصائية، هذا الجدول اسمه جدول سلسلة إحصائية. التكرار المجمع الصاعد لأربعة هو 70، وهو مجموع تكرار هذه الأربعة وتكرار القيم الأصغر منها. تكرار الأربعة وتكرار القيم الأصغر منها، شوف تكرار الأربعة وشوف تكرار القيم الأصغر من أربعة، هو تكرار ثلاثة. إذن نستطيع أن نتفق على هذا التعريف. لاحظ معي جيدا ماذا قلت هنا، ماذا قلت؟ لاحظ في هذه السلسلة هنا كاين ثلاث أسطر، سطر اثنان ثلاثة، نتفق عليهم بالسطر. في هذه السلسلة الإحصائية معناتها هذا الجدول سلسلة إحصائية، معناتها قادر يتبدل ويكون جدول آخر مثل هذا. إذن في هذا الجدول بالذات في هذه السلسلة الإحصائية التكرار المجمع الصاعد لأربعة هو 70، قلناها في الحصص السابقة. 70 هو التكرار المجمع الصاعد للقيمة 4، ولا التكرار المجمع الصاعد لأربعة هو 70. اتفقنا على هذا السطر. كيف وجدنا 70؟ كيف وجدناه؟ هو تكرار الأربعة اللي هو هو مجموع، مجموع معناتها الزائد، هو تكرار هذه الأربعة. إذن 70 هي تكرار الأربعة وتكرار الثلاثة والاثنين والواحد، صيغة لغوية أخرى هو تكرار الأربعة زائد تكرار القيم الأصغر من أربعة مثل ما وضحنا، ومجموع تكرار هذه الأربعة وتكرار القيم الأصغر منها. هنا يا الكلام هذا يا لا يصلح من أجل الأربعة فقط، يصلح من أجل أي قيمة. ولهذا نخرج بالتعريف، نعمم ونقول التكرار المجمع لقيمة في سلسلة إحصائية هو مجموع تكرار هذه القيمة وتكرارات القيم الأصغر منها بهذه البساطة. أظن أن الفكرة وصلت، وانتهى موضوع هذه الحصة.